اللي قروا رواياتك وتحديدا الرواية الأشهر لأنها اللي حصلت على البوكر العربية مصائر، عرفوا أن هم أمام أديب وتجربة روائية دسمة جدا وثرية جدا. شكرا. مش بتكلم بس عن الرواية دي إنما كمان الروايتين اللي قبلهم. ما إن عشت معظم حياتك كصحفي وكمراسل، يعني تجربة الرواية جاءت متأخرة إنما جاءت ناضجة بشكل مبهر. أستاذ ربعي، إيه تفسيرك لده؟ تفسيري إنه أنا تأخرت صحيح، وأصدرت مجموعة قصصية بسنة 77، ومن 77 لغاية 2001 ما تعملتش مع الأدب، كنت بشتغل وقتي في مؤسسة تلفزيونية كمان، كنت سينيور بروديوسر في وقت من الأوقات. أفتكر أنه كل اللي حكيته عن حياتي وكل هذه الخبرات والتشرد والاعتقال والضرب والمش عارف إيه والمعارف وتخصصي لأربعين سنة بالشأن الفلسطيني، كل ده كون عندي حصيلة كبيرة، خلينا نقول تجربة ضخمة ومخزون ضخم من المعرفة والتجارب وتعدد الشعوب إلى آخره، يعني الروسي والقبرصي والسوري واللبناني والأردني والمصري وتقاليدهم وعاداتهم، كل المعارف دي أفتكر إنها شكلت خلفية مساعدة جداً لإنتاج عمل مختلف. إيفانا بطلة الرواية هي فلسطينية أرمينية من عكا، أحبت ضابط إنجليزي وهربا مع النكبة إلى إنجلترا. قصة متشابكة وفيها تفاصيل كتيرة جدا، تفاصيل تجعلك أحيانا تشعر أن أنت عايش في الشارع ده، إن أنت بتشتم الروائح اللي موجودة. نعم. يعني أنا مش عارفة التفاصيل دي إزاي وصلت لها، وتحديداً الجزء الخاص بالحي الأرماني في عكا. كنت بعيشه، يعني أنا كنت بروح بكتب في لندن وبعدين أحتاج للإحساس بالمناخات اللي بيعيشوا فيها أبطال الرواية. في البداية أنا رحت مستقصد وطلبت من ناس معارفي نروح على عكا ويشوفوا لي بيت أسكن فيه أبطال الرواية اللي هم تخيليين. إيفانا دي مش حقيقية؟ لا لا مش حقيقية، مش واحدة ست. لا لا, 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 لا إيفانا وبنتها جولي مش موجودين، مش يعني متخيل. فخدتني ست اسمها فاطمة، والست دي خدتني على بيت، قالت لي انا حوديك على بيت في عكا القديمه، وبيت فلسطيني في عكا القديمه. طبعا عكا القديمه 90% فلسطينيين، وتشوف وصاحبته ست طيبه ومش عارف ايش ولا اخره كذا. ورحنا البيت ده وتعرفت على البيت وصورت كل تفاصيل البيت وقعدت مع صاحبته والى اخره، وابتديت انا ارتب يعني حتى تفاصيل التفاصيل وأستفيد من التفاصيل. البيت ده المدخل ده في من ناحية تانية سلم بيطلع فوق، في السلم فوق في غرفة صغيرة، في الغرفة الصغيرة شفت ساعة، الساعة دي نقلتني لمشاهد مهمة جدا، إنه افتكرت إنه ليه ما يكونش أبوها إيفانا. ما شفت الساعة كانت مكتوب عليها الساعة، كانت معلمة الساعة واحدة. فأنا كروائي تخيلت فورا إنه هم لما غادروا عكا بسنة 48 وهاجروا إلى لبنان، كانت الساعة متوقفة على الساعة واحدة. بتستلهم تفاصيل. أستلهم تفاصيل. قلت ليش ليه أرمنية؟ ليه أرمنية؟ لأنه في إلي صديقة على الفيسبوك اسمها إيفانا، وهي أرمنية لبنانية، فعلاقتي فيها
اللي هي تحولت لعلاقة شخصية، يعني أصدقاء صرنا حقيقيين. ورحت بيروت وخدتني على بيتهم في بسليم في 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 الجبل، ادتني فكرة إنه أنا ليه ما أخلي العائلة تكون أرمنية. لكن كمان طلع في بالي موضوع آخر، إنه ليه ما يلعبوش الأرمن، ليه ما أكشف دور وطني للأرمن في حرب 48 والدفاع عن عكا. فاخترعت عمها واستندت إلى الوثائق التاريخية بأنه في مجموعة كانت بتقاتل في معركة دفاعا حقيقية، معركة حقيقية يوم 17 أو 18 مايو 1948، وكانت بتقاتل، وآخر موقع كان هو مركز الشرطة في عكا. وفي واحد فيهم اتقتل، اللي اتقتل ده هو اللي أنا خليته عمها لا، وده كمان خلى لإيفانا، وبالتالي أعطيت دور لا، وديت مبرر أكبر للأب إنه ما يسامحش بنته أبدا، ما يسامحش يعني بالزبط. يعني هي مش مجرد زعله إن هي إنها حبت واحد مستعمر، هو شايف اللي اتجوزته ده كان سبب في مقتل أخيه، يعني بالزبط. في إحكام، خليني أقول إحكام في الأحداث وفي الرواية وفي التفاصيل. حصول الرواية على البكر أستاذ ربعي كان بالنسبة لك حدث بمذاق إيه؟ بمذاق الفرح فقط. ممكن أدي لك مجموعة من الخيارات، يعني ممكن انتصار، ممكن إثبات ذات، ممكن فرح عابر، ممكن تكئة لفضاءات أخرى جديدة، في مجموعة تعويض عن شيء ما مضى، في 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 معظم في معظم يعني هو في جانب التعويض، لأني أنا فاشل في الدراسة وفاشل في كذا، ما نفعتش في أي حاجة، فأنا ربما كان وراء اندفاع إنه أكون شخصية مختلفة ذات قيمة، يكون لي دور إلى آخره. في عملية الفوز طبعا ده وصف لمشاعر فرح إلى آخره، لكن في الحقيقة هي فيها انتصار على أكثر من صعيد. وشكرا أنك نبهتيني للمفردات اللي ممكن تساعد. ففيها أولا أنه أول فلسطيني يفوز بجائزة البوكر، وده صحيح. ربعي المدهون كان أول فلسطيني يفوز بجائزة البوكر العربية. واثنين، أنه أنا جاي من بريت المنظومة العامة الثقافية في فلسطين. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.